أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كامل الدسم. يمكن النهاردة موضوعنا بيهم كل الناس اللي بتشتغل، ويمكن يهم مصر كلها، الإدارة. الإدارة في مصر وفي العالم كله هي أهم حاجة في تطوير الموارد البشرية وكذلك تطوير الاقتصادي اللي بيحصل في البلد. عشان كده هيكون ضيفنا النهاردة الأستاذ الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة القاهرة واستشاري الموارد البشرية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بساعتك يا فندم، نورتنا. بنورك، الله يخليك. يمكن يا دكتور موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم عن المدير الناجح. نعم. المديرين في مصر دايما ليهم أفكار وليهم سيستم اللي بيتعمل، حتى في الإدارات الغربية أو الإدارات الحديثة أو الإدارات الأولد مانجمنت أو الإدارات القديمة. فعايزين نتكلم شوية عن المهارات الواجب توفرها في المدير. في الحقيقة أي مدير في أي موقع في أي مستوى إداري يجب توفر فيه ثلاث أنواع من المهارات. المهارة الأولى نسميها مهارة إدارية، اللي بيفهم في الإدارة، يعني يعرف يمارس وظائف الإدارة ويتقنها، اللي هم أربع وظائف: تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة. المهارة الثانية اسمها مهارة سلوكية، والمقصود بها مهارة التعامل مع الآخرين. مقصود بالآخرين اللي هم المرؤوسين والزملاء في نفس المستوى والرؤساء. تمام، الإدارة العليا. المهارة الثالثة هي المهارة الفنية، اللي هي المعرفة الفنية المتخصصة اللي يجب توفرها في طبيعة عمله. صحيح. يعني مثلا مهندس بيفهم في الهندسة، رجل متخصص في الاي تي بيفهم في الاي تي، رجل محاماة بيفهم في القانون وفي الاجراءات القانونية. وبالتالي الثلاث انواع من المهارات يجب توفرهم في اي مدير في اي مستوى اداري. الاشكالية الكبرى في اختيار المديرين في مصر ان احنا بنركز على مهارة واحدة من المهارات، وهي المهارة الفنية. صحيح. اما نيجي مثلا على مستوى قطاع الصحة، اما نيجي نختار طبيب، بنختار طبيب الشاطر الناجح في مجاله، يشار له بالبنان. صحيح. مثلا بنختار جراح شاطر جدا ماهر بارع في مهنه الجراحه، لكنه وناخده نعمله مثلا مدير مستشفى. فاحنا هنا نسينا حاجتين مهمين جدا، نسينا مهارتين مهمين جدا: مهاره اداريه والسلوكيه. والمهاره السلوكيه. صحيح. في الحقيقه المهارتين دول هم بالاضافه للمهاره الفنيه بيكونوا عنده كلمه السر في تحقيق النجاح. يعني لو احنا قلنا ان المهارات الثلاثه مطلوب توفرهم في المستويات الثلاثه، احنا عندنا ثلاث مستويات: اداره عليا، اداره وسطى، اداره مباشره. صحيح. بنتكلم عن مدير مستشفى على سبيل المثال معني دلوقتي. يبقى ده بينتمي للاداره العليا. طب هل يتم الاكتفاء بالمهاره الفنيه في مستوى الاداره العليا؟ في الحقيقه لا. احنا على مستوى الاداره العليا بنحتاج لمهاره اهم، وهي المهاره الاداريه. ان يجب ان يكون هذا الطبيب لديه معرفه يتقن الاداره. ولما نقول يتقن الاداره يبقى عنده ثلاث حاجات: عنده علم إدارة، عنده فن إدارة، عنده صنعة إدارة. يعني ايه علم إدارة؟ يعني ايه فن إدارة؟ يعني ايه صنعة إدارة؟ تمام. المقصود بعلم الإدارة يبقى عنده معارف، علم الإدارة، معرفة الإدارة بقواعد الإدارة، بمبادئ الإدارة، بأصول الإدارة، بسياسات والأنظمة والاستراتيجيات الخاصة بالعمل الإداري. ده شيء مهم جدا. مش كده بس، لازم يكون عنده فن الإدارة. والمقصود بفن الإدارة اللي هي الخبرات المتراكمة. صحيح. نتيجة عمل اللي هو كمان بيبقى عنده فن التطبيق، كيف يطبق ما تعلمنا. أما صنعة الإدارة دي بتحتاج لمقومات أو سمات خاصة في المدير، والسمات الخاصة في المدير دي بتختلف باختلاف المستوى الإداري. زي ما احنا بنقول يعني سمات المدير في القيادة العالية تختلف عن سمات المدير في القيادة الوسطى أو الإدارة الوسطى، بيختلف عن سمات المدير في الإدارة المباشرة اللي هي قريبة من خطوط التنفيذ. صحيح. إشكالية كبرى في مصر التركيز على المهارة الفنية في اختيار القيادات، وإغفال أو إهمال المهارة الإدارية والمهارة السلوكية. الشق التاني من المهارة المهم جدا اللي هي المهارة السلوكية، اللي هي كيف يتعامل المدير مع الآخرين. تمام. هو بس اختصارا يا دكتور للنقطة دي قبل ما نرجع للمهارة السلوكية ونبدأ نتكلم فيها، احنا قلنا عندنا مهارة إدارية. نعم. فيها فن الإدارة، علم وفن وصنعة. صحيح. وعندنا حاجة تانية اسمها المهارة الفنية، اللي هي المعرفة أو الدراسة الأكاديمية اللي أنت مريت بيها أو خبرتك بالظبط. نعم. يعني أنت مهندس فبتشتغل مهندس، زي ما حضرتك قلت أي تي فبيشتغل أي تي. تمام. وعندنا حاجة تالتة المهارة السلوكية، وهي أعتقد التعامل مع الأفراد اللي موجودين داخل المكان الواحد. تمام. في مقولة مهمة جدا هنا في حتة المهارة السلوكية، بيقول لك: من كانت لديه قدرة على صبغ غير الناس
فهو بالإدارة عليم. صحيح. كيف نتعامل مع الأنماط المختلفة من المرؤوسين؟ في الحقيقة الإشكالية الكبرى أن المدير مش بيتعامل مع نفسه أو مع اثنين ثلاثة من الزملاء، وبتبقى إشكالية كبرى إذا رأى المدير المؤسسة اللي بيشتغل فيها من خلال السكرتارية أو من خلال مدير مكتبه، اللي هو بيحجب عن المدير رؤية المنظمة والمؤسسة اللي بيعمل فيها. صحيح. لا، احنا عايزين يبقى في قنوات اتصال مفتوحة وقدرة على التعامل مع الأنماط المختلفة من البشر. دي مهارة مهمة جدا يجب توفرها في كل مدير. لكي ينجح المدير يجب أن يكون قادر على التعامل مع الأنماط المختلفة من البشر. والمقصود بالأنماط المختلفة من البشر، حبينا نحصرهم مش هيكفينا وقت الحلقة. صحيح. لكن بسرعة جدا، احنا مثلا عندنا نمط المحتد، السلبي، الإيجابي، المغرور، الكذاب، متعالي، عندنا نمط الشخص الشمولي، عندنا نمط الشخص الحذر الخواف، عندنا شخص اجتماعي، شخص غير اجتماعي، شخص بيميل للانعزال. انماط كتيره جدا من المرؤوسين يجب ان المدير عنده كلمه السر، المهم يبقى عارف كل واحد الكي بتاعه ايه، ايه هو المفتاح اللي انا اقدر من خلاله اتعامل مع هذه الشخصيه. صحيح. وازاي ان انا اسيطر على هذه الشخصيه، ومش معنى سيطر ان انا اسيطر لتحقيق مصلحه شخصيه، بالعكس انا عايز اسيطر او اقدر ان انا ادير سلوكي في هدف واحد لتنفيذ او تحقيق الهدف، اهداف المؤسسه. صحيح. واهداف الافراد. صحيح. وفي الحقيقه دي كانت كلمه السر في ظهور علم مهم جدا اسمه اداره الموارد البشريه. اداره الموارد البشريه مش زي ما كتير جدا في مصر بيطلقوا عليها اداره شؤون عاملين او اداره شؤون اداريه، ده موضوع مختلف. حتى احنا لما حبينا نتطور وتطورنا متاخر، يعني اداره الموارد البشريه ظهرت في العالم في امريكا سنه 1970. العالم كله راح لاداره الموارد البشريه من 1970، احنا بنحبه في مصر بخمس سنين اللي فاتوا مثلا او سبع ثمان سنين اللي فاتوا بنسمع عن اداره الموارد البشريه. الحقيقه السالب المشكله الكبرى ان احنا غيرنا المسمى، البيزنس كارد بتاع المدير الشؤون العاملين بقى اسمه مدير موارد بشريه. صحيح. ولكن لم يتغير الدور الحقيقي اللي بيقوم به هذا المدير. هو يا دكتور تطور مدير شؤون العاملين الى ان يصل الى مدير الموارد البشريه او اداره الموارد البشريه، ده محتاج الى فرق ما بين مدير شؤون العاملين واداره الموارد البشريه. تمام. الحقيقه مدير شؤون العاملين ده مدير تنفيذي، يعني بيقوم ببعض الاعمال البسيطه، حضور وغياب واجور ومرتبات، حد عايز خطاب تامينات، خطاب علاج طبي الى غير ذلك، دي كلها امور روتينيه. صحيح. الدور بتاع اداره الموارد البشريه بقى دور اكبر، اصبح هناك شراكه استراتيجيه لاداره الموارد البشريه على مستوى القياده العليا في تحقيق اهداف المؤسسه. بقى المؤسسه دلوقتي بتعتمد على مدير الموارد البشريه الاكفاء اللي هم بيقوموا بعمليه صياغه استراتيجيات المنظمه وتنفيذ استراتيجيات المنظمه والرقابه على تحقيق استراتيجيات المنظمه. فبالحقيقه بقى لازم يبقى فيه تتوافر مهارات وقدرات خاصه في مدير الموارد البشريه غير دوره التنفيذي العادي، بقى لازم يكون له دور داعم في خدمه الاداره العليا وخدمه كل الادارات في خدمه الاستراتيجيه او وضع الاستراتيجيه او المشاركه في وضع الاستراتيجيه اللي منها بيتحقق الاهداف المؤسسه. تمام. واهم حاجه اداره البشر اللي بيعملوا في المؤسسه. صحيح. صحيح. سواء كانت المؤسسه دي حكوميه او مؤسسه خاصه، نحن نحتاج الى ثوره في مصر لاداره الموارد البشريه والاستفاده من الموارد البشريه. عندنا مشكله كبيره جدا، يقول لك مصر فيها 90 مليون. طب ما الصين فيها مليار و200 مليون. صحيح. وبالتالي اداره البشر اذا تم ادارتهم بشكل جيد هيتم تحقيق الاهداف ومش هيبقى عندنا مشكله في يمكن جاي دكتور نقطه هنرجع لها، والتطور في البلاد الاخرى باستخدام الموارد البشريه مع العدد الهائل او الكم الهائل من السكان. لكن انا برضو عايز ارجع مع حضرتك بما ان احنا بنتكلم عن المديرين فمش عايزين نخرج بره الاطار حاليا. تمام. انماط المديرين. تمام. في الحقيقه انماط المديرين يعني فتره طويله جدا او جزء كبير جدا من علم الاداره كان بيتكلم فيه العلماء على الانماط المختلفه للمديرين المتاحين. وفي الحقيقه يعني في نماذج كتيره وفي يعني افكار عرضها كتير وكبار العلماء، لكن بصفه عامه عندنا لو حبينا نحط على طرفين نقيض كده، في مدير بيهتم بالعمل وفي مدير بيهتم بالمرؤوسين. صحيح. المدير اللي بيهتم بالعمل ده بنسميه المدير المقاول او الديكتاتوري، اهم حاجه الشغل يخلص بغض النظر عن الناس. على الجانب الاخر المدير اللي بيهتم بالمرؤوسين بيترك العمل وبيهمل العمل، فده بيسميه مدير اجتماعي او مدير نادي. وبالتالي ما بين ذلك وذاك في مجموعه من الانماط مستويات مختلفه. يعني احنا ممكن نقول ان في واحد بيهتم 90% بالشغل بالعمل العمل يخلص و10% بالناس. واحد تاني يهتم 90% بالناس و10% بالعمل. صحيح. وواحد يهتم 50-50. في الحقيقه الانماط المختلفه دي بتيجي نتيجه بقى لو حضرتك هل هو متعلم اداره
هل هو عنده خبرات؟ هو اصل ممكن خبرات السواق فن الاداره، لان هو اكتسب خبرات بناء عليها بيبدا ينفذها. هو كان لسه صغير ولسه وطلع هكذا وجدنا عليها اداؤنا. صحيح. يعني احنا عندنا نموذج كده سريع هقول لحضرتك، يعني عاملين تجربه مشهوره قوي اسمها تجربه القرود. التجربه دي بيقول ان هم بيجيبوا قفص كبير ويدخلوا فيه 5 قرود ويحطوا سلم في النص. القرود ده فصيل منظم، مش كلهم بيجروا على السلم، في سباطه موز في السقف، فبيجري قردي منهم يطلع على السلم عشان خاطر ياخد سباطه موز. اول ما يقرب من سباطه الموز بيرشوا ميه ساقعه جدا على القرود الاربعه اللي موجودين في الارض. ففي الحقيقه هم بيصرخوا لان القرد بيتالم من شده بروده المياه، ففي الحقيقه بيقعدوا يزقوا السلم لغايه ما ينزلوا الشخص ده ويضربوه جامد جدا. بيبداوا يسحبوا قرد من القرود الاربعه اللي هو اترش عليه ميه وطلعوه بره ويدخلوا قرد سادس. قرد السادس ده ما شافش حاجه، اول ما يخش هيقرب منهم هيبص لهم هيلاقيهم ساكتين، يجي يقرب من السلم ويروحوا ضاربينه جامد جدا. اكتر واحد بيضرب اللي هو اتضرب لكن على السلم. أيه. بدات التجربه، بداوا يخرجوا قرد، يدخلوا سابع ثامن تاسع عاشر 12 11، وجدوا حاجه غريبه جدا، كل اللي يخش بيتضرب ولا هو عارف بيتضرب ليه ولا اللي بيضرب عارف بيضرب ليه. ده نموذج لطبيعه الاداره في مصر. صحيح. احنا في كتير جدا من الاعمال والانشطه والاجراءات والقوانين بنيجي نشتغلها ونخش في العمل نقول لك هكذا وجدنا عليها اباؤنا. الروتين وخلاف كمان الروتين يا دكتور، الاولد مانجمنت او الاداره القديمه اللي هو بيحقق الهدف فقط بدون النظر للادوات اللي بيوصل بيها لتحقيق الهدف بتاعه. فيمكن دايما احنا في الفتره الحاليه، ويمكن هو ده برضو اللي احنا لاحظناه في مصر في الفتره الحاليه، دور المؤسسات في تنميه او تطوير الموارد البشريه في المرحله الحاليه، لان هم يلموا باللي حضرتك بتقوله دوت، يعني يلموا جيدا كيف يدخل الفرد المؤسسه او الشركه ويحاول في التطوير. يمكن هي دي من الكرياتيفيتي او الابداع او الابتكار اللي المفروض يبقى موجود في المكان. عايزين نتكلم بقى، نرجع تاني لانماط المديرين والنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان الفرد بيخش في وسط المؤسسه او في وسط الشركه بيمشي على نفس المنوال اللي كان ماشي عليه اللي قبله، وبيكمل برضو هكذا ولد او ما ولد. صحيح. تمام. في الحقيقه عندنا اشكاليه كبرى في مصر اسمها اشكاليه التطوير او اشكاليه التدريب. هذه الاشكاليه سببها الرئيسي ان مفيش خطه استراتيجيه او عمليه تخطيط استراتيجي شامله لعمليه التطوير وتاهيل الموظفين او المرؤوسين. الحقيقه التدريب بيتم في مصر بشكل عشوائي في كتير جدا من القطاعات. انا شفتها من خلال البرامج التدريبيه او خلال يعني زيارات كتير مؤسسات، بيبعتوا يقولوا لهم في برنامج تدريبي كذا اللي عايز يجي. بالظبط. صحيح. لكن صحيح. احنا الموضوع ده عشوائي. لازم في حاجه اسمها الكارير بلاننج او مسار الوظيفي. صحيح. يجب نربط الاحتياجات التدريبيه بالمسار الوظيفي الموظف. يعني انا الموظف ده اكس انا عايزه بعد 3 سنين هيتولى وظيفه رئيس قسم. صحيح. ايه مجموعه البرامج التدريبيه؟ اعده لذلك. طيب. يعني ما يبقاش مثلا موظف في التسويق وندخله ياخد كورس او دوره تدريبيه في السكرتاريه. تمام. حاجه مش هتفيده، فلازم يبقى ماشي على نفس الخط اللي هيوصل منه المرتبط بمستواه الوظيفي. صحيح. وبالتالي انا لو عايز اعده لمستوى اعلى واعده لمستوى اعلى، يبقى لازم ازود من الجرعات الاداريه والجرعات السلوكيه واخفف من الجرعات الفنيه. يعني انا في مجال التسويق زي ما حضرتك تفضلت، ما ينفعش افضل ضربه في التسويق على طول او في البيع على طول. انا لازم اديله مهارات في تنميه المهارات القياديه والاشرافيه، اديله مهارات في التخطيط، اديله مهارات في الرقابه، اديله مهارات في كتابه التقرير، لكن ما دخلوش في كارير ثاني او في لا هي بالنسبه للمسار الوظيفي مش حركه راسيه بس. يعني كتير من الناس بتفتكر ان انا المسار الوظيفي الموظف ان لازم يفضل على التراك يمشي يترقى راسي. لا، انا ممكن انا احركه افقي حسب طبيعته. ودي برضه حته مرتبطه اللي احنا قلنا عليها. اداره الموارد البشريه الناجحه هي اللي بتعرف توفق ما بين سمات الشخص وسمات الوظيفه. صحيح. صحيح. احنا في الحقيقه عندنا خصائص وسمات لطبيعه وظيفه الوظيفه، وسمات وخصائص لطبيعه الشخص. حتى احنا في كلمه دارجه بنقولها في مصر، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. صحيح. ايه الكلمه دي معناها ايه؟ صحيح. معناها ان احنا لازم نجيب الشخص ده بما لديه من قدرات وامكانيات وسمات يتحط في الوظيفه. صحيح. التي تتواءم مع طبيعه هذا الشخص. صحيح. لكن لو حطيناه في وظيفه اكبر من قدراته او اقل من قدراته، الشخص مش بينجح. صحيح. دي اشكاليه كبرى. احنا محتاجين لثوره لاعداد الكفاءات البشريه. نحن محتاجين الى تخطيط شامل او مراكز متخصصه في اعداد القاده لتولي المسؤوليات. تولي المسؤوليات في المؤسسات سواء كانت مؤسسات قطاع خاص او قطاع عام. نحن نحتاج الى منهجيه في تطوير البشر. هو دكتور انا يمكن صحيح كلام حضرتك 100%، لكن اختلف في نقطه. اتفضل. انا قبل ما اطور البشر احدد هدف اطورهم ليه.
تمام. لازم يبقى في هدف مبدئيا، وبناء على الهدف ده اقول يا جماعه احنا هنطور من نفسنا عشان نوصل للنقطه دي، لانه يشوفوا احنا رايحين فين. تمام. مظبوط الكلام ده؟ ده كلام مظبوط. ده بنسميه التطوير المؤسسي. احنا في كتير جدا من المؤسسات بنعمل لها ري انجينيرنج، اعاده بناء، او بنعمل لها ري ستراكشرنج لاعاده هيكله. احنا لازم يبقى في حاجه اسمها الفيجن اللي هي الرؤيه، وفي حاجه اسمها الميشن اللي هي رساله المؤسسه، وفي المين اوبجكتيفز اللي هي الاهداف الرئيسيه. صحيح. ثم الاهداف التكتيكيه اللي حضرتك بتتكلم عليها. صحيح. وبالتالي انا ما ينفعش ان انا اشتغل بترس في وسط مجموعه ماكينات او الات الا لما اكون انا عارف دور الترس ده ايه. صحيح. هيروح فين. وبالتالي اذا لم توجد رؤيه محدده للمؤسسه ورساله محدده، غايه كبيره ميشن تقدر انها تسعى لتحقيقها، ومجموعه من الاهداف الرئيسيه، نقدر بعد كده تنبع الاحتياجات التدريبيه. صحيح. وتنبع خطه التدريب من رؤيه المؤسسه واهدافها اللي حضرتك تفضلت قلت عليها، وكذلك الاستراتيجيه اللي بتمشي عليها. تمام. ما هو الاستراتيجيه دي وسيله لتحقيق هذه الاهداف. صحيح. قد تكون خطط التدريب او برامج التدريب اللي احنا بنعملها من الاستراتيجيه، جزء من الاستراتيجيه اللي احنا هنحقق بيها اهداف المؤسسه. صحيح. الاشكاليه الكبرى في مصر هي غياب السيستم المتكامل. احنا محتاجين لاداء متكامل، يبقى في تناغم بين اجزاء المؤسسه. صحيح. بتاع التدريب بيدرس احتياجات تدريبيه بناء على دراسة اشكاليات، بناء على تقويم اداء عاملين، بناء على ريبورتنج طالع من رئيسه المباشر. صحيح. ان في خلل ما او ضعف ما او تمتين. وده الجديد بقى، ناس كتير جدا بتفهم ان مسألة التدريب للضعفاء او اللي هي منخفض الكفاءة، بالعكس. صحيح. العالم المتقدم اللي مثلا حضرتك بتقول عليها لم يتقدم الا بالتمتين. صحيح. اللي هي تعزيز نقاط القوة او تدعيم نقاط القوة لدى الاقوياء. هو يمكن يا دكتور ده الفرق بين التعليم والتدريب. انت متعلم كويس، انت عندك خبراتك اللي اكتسبتها اكاديمي، لكن التدريب هو بيدربك للوصول لاهداف معينة عملية اكثر. صحيح. صحيح. في اجل قصير. صحيح. للوصول لهدف معين حضرتك قلت عليه. صحيح. لكن انا عايز ارجع لنقطة مهمة جدا. اتفضل. لماذا لا تكون فلسفة مصر اكتشاف الكفاءات وتمتينها؟ عندما يكون الهدف الوصول للنجاح المطلق يبقى احنا هيبقى بنمشي في السكه دي. تمام. صحيح. نحن يعني مع المشاريع العظيمه، واحنا ان شاء الله بعد يومين داخلين على حاجه عظيمه. صحيح. 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 احنا محتاجين لمشروعات بتكمل النجاح بتاعنا العظيم للعبور للمستقبل في قناه السويس. صحيح. هذه المشروعات لم يديرها الا مديرين اكفاء. صحيح. وهؤلاء المديرين الاكفاء محتاجين تدريب. تدريب. صحيح. وتطوير في القدرات والمهارات. حضرتك مثلا موضوع المهارات اللي بدانا بيه الحلقه النهارده واتكلمنا فيه، لما نيجي نقول نسبه المهاره المطلوبه في القياده العليا هنجد 60% مهاره اداريه، 30% مهاره سلوكيه، و10% فقط مهاره فنيه. صحيح. وبالتالي انا لما اطلع فوق واتولى قياده مؤسسه انا مش محتاج للمهاره الفنيه، انا محتاج الى مهاره اداريه ومهاره سلوكيه، وده مش هيجي الا بالتدريب المنظم على ايد يعني خبراء مشهود لهم بالكفاءه، وفقا لمنهجيه لعمليه التدريب، وفقا لخطه شامله لعمليه التدريب. صحيح. وتاهيل من متخصصين على اهداف محدده بنسعى لتحقيقها. صحيح. يمكن يا دكتور نيجي من النقطه ديت في مصر والكثافه السكانيه الموجوده في مصر الكتيره اللي ناس كتير قوي قلقانه منها، اعتقد ان ديت قوه وليس ضعف. تمام. لو احنا استغلناها في الطريقه في الطريق السليم للوصول للاهداف اللي احنا بنرجوها عن طريق التدريب، عن طريق الاداره واداره الكيان سواء مادي او معنوي او فني زي ما حضرتك اتكلمت. طيب انا عايز ارجع هنا نقول امثله، عندنا مثلا امثله زي الصين او ماليزيا او الهند، عايزين نقول هم ايه الطرق اللي استخدموها للوصول للاهداف الاداريه الناجحه والتقدم اللي حصل في سنوات قليله بالنسبه لهم باستخدام فقط الموارد البشريه. الحقيقه احنا لازم نذكر قبل كل دول نذكر النموذج الياباني. صحيح. اليابان كدوله لم تحقق، اليابان بدأ مع مصر تقريبا من صحيح. تمام. ولكن هم اهتموا جدا بالمورد البشري واهتموا بتعظيم القدرات البشريه. هقول لحضرتك مثلا مثال بسيط في مساله التعليم. بيتم قياس مستوى الذكاء للطلاب كلهم متقدمين للتعليم، وبالتالي اللي مستوى ذكائه 100% يقعد مع اللي جنبه 100%، واللي مستوى 80 يقعد مع 80، و50% مع 50%، وبالتالي بيتم تصميم البرامج التعليميه بما يتوافق مع القدرات الذهنيه. صحيح. ومستوى الذكاء للبشر. انت يا دكتور هنا معلش انا هقطع حضرتك ثانيه بس،
هنا في مصر يقول لك لو مثلا ابنك ضعيف شويه قاعد جنب واحد ذكي جدا. بالعكس. فده طبعا يعني انا بعاقب الضعيف. صحيح. وخفض من مستوى المتقدم. صحيح. حتى كان زمان في مصر في حاجه اسمها فصل المتفوقين، كنا نتسابق واحنا صغيرين ان الواحد يوصل، لان هو الفصل اللي فيه مجموعه من الناس تنافس صحيح شريف وتنافس بيطور من القدرات والمهارات. صحيح. للاسف مش عارف، في كتير جدا المدارس دلوقتي يقول لك لا جيب المتميزين المجاميع الكبيره ووزعها على الفصول بحيث تنخفض كفاءتهم وما بنقدرش نحافظ عليهم. ده التمثيل اللي اتحرك عليه. صحيح. انا لازم اطور من القدرات القوي ده وادعمها عشان يفضل على مستوى مرتفع ما ينخفضش. صحيح. فكلمه السر في اداره الموارد البشريه في النموذج الياباني هي اللي ادت الى نجاح اليابان. هو بس عشان احنا دخلنا فيه فما كملناهوش. هو حضرتك بتقول ان المستوى ذكاء 100% يقعد جنب 100% 80% يقعد جنب 80% وبيخصص لهم مناهج يرفع من مستوى ال 80% ويحافظ على مستوى ال 100% ويمكن يوصلوا لاعلى ال 100% عشان يبقى ده جينيوس عبقري يخش ببرامج محدده ويقدم عمل عظيم للبلد. طيب. ثقافه الاهتمام بالمورد البشري ان هو اعظم الموارد ده موجود عند النموذج الياباني. ما هم ما قالوا ان البشر وكثره البشر او حتى زي ما حضرتك تفضلت الصين. صحيح. صحيح. برغم يعني حضرتك لما تروح لدوله زي الصين بهذا الكم الهائل من البشر، حضرتك مشيت الساعه 2 الظهر الساعه 3 الظهر في الصين مش هتقول الناس دي عددهم يزيد عن 70 80 مليون. صحيح. ازاي الناس دي منظمه؟ السيستم يا استاذ سالم. صحيح. النظام الموضوع هو اللي بيتكلم السر في النجاح. طبعا دوله زي في شرق اسيا زي ماليزيا والتجارب الناجحه في الاقتصاد الماليزي، سنغافوره، تايلاند، البرازيل كنموذج من النماذج، الهند اللي حضرتك فضلت قلت عليها. الهند تخصصت قوي كمان في تكنولوجيا المعلومات بقت في طفره، يعني انا شايف ان الاي تي في العالم كله احسن اي تي في العالم بيخرجوا من الهند بسبب المدينه اللي عملوها. حضرتك لو تزور نيودلهي وتشوف في اماكن تقول مثلا مبنى قديم تلاقي قاعد فيه عباقره في الاي تي عاملين سيرفر وبيشتغلوا لشركات امريكيه من خلال وهم موجودين في الهند. صحيح. وبالتالي هو ده الاستثمار في البشر. الاستثمار في البشر هو اللي بيرفع من قيمه الدوله، القيمه المضافه للدول تتحقق بالحسن اولا اختيار الكفاءات البشريه، تطوير الكفاءات البشريه، الاهتمام ببرامج التعليم والتدريب والتطوير، شيء مهم جدا جدا. انا سعدت جدا ان مصر بقى فيها دلوقتي وزاره التدريب وتاهيل مهني. صحيح. ويمكن مركز اعداد القاده هكذا برضه. هو في الحقيقه برضه في مركز اعداد القاده في مصر، ولكن احنا محتاجين منه اكثر برامج متخصصه، برامج في اعداد القيادات بشكل اكبر علشان خاطر يبقى عندنا يعني تفريغ لقيادات اداريه ناجحه. احنا محتاجين في مصر لما يسمى بالحضانات القياديه. حضانات القياده اللي يتم يبقى عندنا كشافين يكتشفوا الكفاءات في المؤسسات المختلفه. مصر عظيمه ومليئه بالاشخاص الاكفاء في كل المجالات. ويمكن ده بيبان لما بيسافروا بره. تمام. يعني عندنا نماذج زي الدكتور احمد زويل، هذا الرجل العظيم لو كان استمر في مصر بالفتره اللي كان موجود فيها ما كانش حقق نفس النجاحات زي ما حصل وراح في بيئه حاضنه للكفاءات. في امثله كثيره. نعم. يعني لو اتكلمنا عن النقطه ديت يمكن الجزء اللي مشهور اقل بكثير من الموجود فعليا خارج نطاق الحدود المصريه. انا عايز بس في الاخير اقول لحضرتك حته مهمه جدا. احنا عندنا نموذج في الدول العربيه برضه نموذج ناجح جدا زي دوله الامارات العربيه. دوله الامارات العربيه نجحت وتقدمت بالاهتمام باداره الموارد البشريه. حكومة الالكترونيه في دبي وفي ابو ظبي عملت نجاحات رهيبه نتيجه الاهتمام بالبشر. النظام موضوع الاهتمام بالبشر وتطوير قدراتهم. طبعا تسمع حضرتك عن احترام البشر كذلك. احترام البشر وقدرات البشر والتعامل مع البشر كمورد مهم وناجح وقيمه ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. خلقها في احسن قيمه واحسن تطوير. صحيح. حتى هنا في مقوله بيقول لك تستطيع ان تحلم وان تبتكر وتستطيع ان تخطط وتبني ولكنك لن تستطيع تحويل الحلم الى حقيقه بدون الناس. صح. عشان حاجه بدون الناس. صحيح. وبالتالي الناس مش نقمه، الناس نعمه، بس كيف نحسن اختيار الناس وتاهيل الناس وتطوير الناس. يمكن يا دكتور عايزين ننقل بقى الكلام ده على مصر ونقول دور مراكز التدريب في الفتره الحاليه في مصر. تمام. في الحقيقه احنا محتاجين ان المراكز التدريب دي تكون مراكز متخصصه. احنا لازم نفصل ما بين التدريب الاداري والتدريب الفني او المهني. صحيح. التدريب الفني والمهني ده لازم يبقى عندنا زي طبعا عندنا بعض زي ما مبارك كول وبعض المدارس الفنيه، بس دي مش كفايه في الحقيقه. مصر لن تنهض الا بوجود ايدي عامله ماهره في مجال الصناعات المختلفه. بس ممكن حضرتك اللي بتتكلم عنها هي مدارس.
مدارس هناخد من المدارس دي ونعمل مراكز تدريب مهني. احنا انا عملت مثلا في السعوديه شاركت في انشاء مراكز تدريب مهنيه متخصصه تعليم مهنه المحاره، البناء، الالموتال، الكهرباء، السباكه، الميكانيكا. ليه ما يبقاش عندنا مراكز تدريب متخصصه تاخد ده؟ حضرتك لو جيت في منطقه قريبه من اللي احنا موجودين فيها دلوقتي منطقه 6 اكتوبر، حضرتك لو سالت كتير جدا من رجال اعمال 6 اكتوبر هيقول لك انا عندي عجز شديد في العماله. ازاي ده؟ احنا بنقول مصر ما فيهاش، ده في بطاله. صحيح. كتير جدا من الشركات تطلب شباب ويقول لهم تعالوا اشتغلوا وبالراتب، يقول لك الراتب كام؟ يقول لك 1200 جنيه، يقول لك مش شغال. الفنيه يمكن بالذات يا دكتور. المراكز الفنيه او الاماكن او الوظائف الفنيه اللي موجوده في مصر اغلبها في احتياج شديد، احتياج شديد جدا لعدد من الناس اللي يبقوا عندهم احترافيه. طبعا. ليس فقط ان هو يقول طب انا هشتغل نقاش خلاص دي سهله انا هنزل اعملها، لا انت محترف، انت تعرف يعني ايه نقاش، انت عندك الفنيات بتاعه النقاشه. ويمكن ده بيرجع للجوده، احنا نرجع في الاخر خالص برضه نتكلم عن الجوده ودور الاداره في تحسين الجوده. طبعا. صحيح. انا في الحقيقه بسميها الاجاده الشامله، الاجاده الشامله في كل شيء، الاجاده الشامله في اختيار الناس، الاجاده الشامله في تدريب الناس، الاجاده الشامله في التعامل مع الناس، الاجاده الشامله في توفير المناخ المناسب للابداع. مشكلة كبيرة جدا في مصر اللي هي بيئة العمل. صحيح. لازم نهتم بحاجة مهمة كمان اسمها السلامة والصحة المهنية. غايبة عندنا عن ثقافتنا، ودي جزء من الموارد البشرية الحديثة. صحيح. ازاي نهتم بسلامة وصحة الإنسان؟ ودي يا دكتور يمكن في مؤسسات كتير في مصر بتقدمها في الفترة الحالية، الكورس ده بالذات أو النوع ده من التدريب. تمام. السلامة جزء من الجودة. تمام. طيب وإيه تاني الجودة كإدارة؟ أنا عايزها كإدارة. في الحقيقه احنا لازم نفعل حاجه مهمه قوي اسمها اداره الاداء. يعني مش كفايه انك تقول للموظف ادي الجوب ديسكريبشن بتاعك، وصف الوظيفه بتاعك، اتفضل خد ادي واجباتك واشتغل معاك الوظيفه بتاعتك او واجباتك المفروض ان انت هتعملها. لا انا لازم ادير اداؤه، اقول له ده لازم يتعمل ازاي. لو وصلت لمرحله تنميط الاداء ان انا اقول له ده لازم يتعمل بالوقت الفلاني بالطريقه الفلانيه، وهنا بقى دور التدريب في تاهيل الخريجين. انا عايز اميز بس حاجه مهمه جدا. طبعا. في فرق بين التاهيل والتدريب. التدريب صحيح. صحيح. التاهيل ده بيكون للجدد، يعني الناس اللي هم الفريش اللي خارجين من الجامعات والمؤسسات والمدارس الصناعيه والمدارس التجاريه. لكن التدريب ده محتاج لتاهيل. صحيح. وده في الحقيقه دور ادارات التدريب في المؤسسات المختلفه، انها تاخد بيد الشباب دول وتعمل لهم برامج تاهيليه علشان تخليه يبقى عنده حاجه اسمها التطبيع التنظيمي. يعني ايه تطبيع تنظيمي؟ انه يعرف يتوافق مع طبيعه المنظمه. طبيعه المنظمه اللي هو عايش فيها عشان يحقق النظام ويحقق الاهداف بسرعه وبالنتائج وبالاهداف اللي حضرتك تفضلت عليها. يمكن نرجع بقى اخيرا يا دكتور، ويمكن وقت الحلقه بيخلص، الرقابه ودورها في نجاح الاداره او نجاح المدير. تمام. لا يجب ان تمارس الرقابه في مصر بمفهوم بوليسي. مفهوم بوليسي بمعنى ان انا بتابع مرؤوسين من اجل اكتشاف الاخطاء والانحرافات ومعاقبتهم. صحيح. دي مش رقابه اداريه. الرقابه بمفهوم الاداري هو عمل الغرض منه اكتشاف الاخطاء من اجل تصحيحها، مش اجل عقاب المتسبب فيها. يعني لا يجب ان يكون المدير، واحنا طبعا نسمع المدير بيخصص ناس يتجسسوا على الموظفين ويتابعوا اخطاء الموظفين ويبقى قاعد متربص. الكلام ده مش اداره، الاداره عمرها ما قالت انك يبقى دورك اكتشاف اخطاء وعقاب الناس. انت هنا مش بتمارس دور ضابط مباحث، انت هنا يجب ان تمارس دور مهم جدا اللي هو دور التصحيحي. صحيح. العلاجي المقوم. صحيح. من الاداء. الى هنا دكتور وتنتهي الحلقه. سعدت بك. سعاده لنا جدا 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 استاذ دكتور هشام البحيري، استاذ اداره الاعمال كليه التجاره جامعه القاهره واستشاري الموارد البشريه. شرفتنا جدا. شرفينا فندم. الى هنا سيداتي وسادتي تنتهي حلقه اليوم من كامل الدسم. نتمنى نبقى وصلنا لكم معلومه تفيدكم في الاداره، والى لقاء اخر ان شاء الله.